من تونس. نشرة الأخبار. أخبار تونس والعالم تأتيكم مفصلة من إذاعة الجمهورية التونسية وهذه العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة ويتعهد بمعالجة إشكال اضطراب التزود بالمياه في الجهة. هيئة الانتخابات تنشر قرارا يضبط المساواة في التغطية الإعلامية ونفاذ المترشحين إلى وسائل الإعلام. انطلاق تعمير استمارة التوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار هذا اليوم. وفي العالم، الكيان الصهيوني يطلق عملية عسكرية في خان يونس جنوب القطاع تؤدي إلى استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة العشرات. مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وأهلا بكم. إذن أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى ولاية جندوبة أين اطلع على وضعية الموارد المائية بالجهة. وخلال لقاء جمعه ببعض المسؤولين وعدد من المواطنين بسدي بوهرتما والبربر واستماعه إلى مشاغلهم بخصوص اضطراب التزود بالمياه في الجهة، أكد رئيس الدولة أنه من غير الطبيعي أن يشتكي مواطنون من العطش في الوقت الذي تحيط بهم السدود، متهما أطرافا بالوقوف وراء ذلك. وتعهد رئيس الدولة بالتدخل لمعالجة الموضوع والتسريع في إصلاح العتب المتعلق بسد البربر منذ سنوات وإعادة ربطه بالمنظومات المائية بالجهة. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا يضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية لضمان المساواة في التغطية الإعلامية ونفاذ المترشحين لوسائل الإعلام السمعية البصرية. الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري أكد أن القرار يتيح للهيئة تولي إشعار النيابة العمومية بكل شبهة ارتكاب جرائم لها علاقة بالانتخابات من قبل وسائل الإعلام طيلة الفترة الانتخابية. قرار عليه مجلس الهيئة المتعلق قواعد الخاصة بالتغطية الإعلامية، بعض التنقيحات اللي شملت خاصة توسيع في رقابة الهيئة ما عادش في الحملة فقط، بل حتى تشمل حتى الفترة الانتخابية اللي هي تنطلق في 14 جويلية. من بين القواعد الأخرى هو كون الهيئة بإمكانها وأنها بعد التنبيه وبعد لفت النظر لها الإمكانية وأن تتجه إلى القضاء الاستعجالي لإيقاف بث برنامج بعد في صورة ما وأن شافت بعض الإخلالات لحتى بعض الخروقات للفترة الانتخابية. هذا بالإضافة إلى كون الهيئة الانتخابات بصورة وجود شبهة جرائم انتخابية تقوم بإحالة الأمر إلى النيابة العمومية. بالطبيعة الحال الحوارات أو المناظرات التلفازية هي موجودة من قبل وهي ما زالت إمكانية في هذا القرار. بالطبيعة الحال خلال التعاون مع الإعلام العمومي التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية إذا وقع أقرارها بالطبيعة الحال باش تكون تحت رقابة الهيئة وبإشراف الهيئة بالطبيعة الحال، والإعلام الخاص في الحالة هذه بإمكانه أن يأخذ ترخيص لبث هذه الحوارات. تنطلق بداية من منتصف نهار هذا اليوم عملية تعمير استمارة التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في بكالوريا 2024. ولضمان حسن تعمير بطاقات التوجيه الجامعي تضع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه الجامعي قائمة من المستشارين المتطوعين لتقديم كافة الإرشادات للتلاميذ طيلة أيام التوجيه الجامعي وفق ما أكده رئيس الجمعية سامي باللحبيب. وضعنا 33 رقم هاتفي لمستشارين متطوعين من أعضاء الجمعية ومنخرطيها باش يقدموا المعلومة لكل تلميذ يطلبنا من أي نقطة من البلاد، وفتحنا كذلك صفحة الجمعية للإجابة على كل الاستفسارات المكتوبة. بالتوازي مع هذا حبينا نفكر في واقع التوجيه، نظموا من الثلاثاء ورش التفكير دعينا لها عدد من المختصين والجامعيين والمستشارين في التوجيه باش نفكر مع بعضنا في واقع منظومة التوجيه والتوصيات اللي تخرج بها الورشة ونوجهها إلى رئاسة الحكومة إلى وزارات المعنية تعليم عالي تربية. وفي سياق تعمير بطاقة التوجيه الجامعي أكدت المستشارة في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي هالة شعبان
أكدت أهمية الموازنة والتوفيق بين رغبة التلاميذ الناجحين في البكالوريا ومجموع النقاط المتحصل عليها. تعميم اختيارات التوجيه تبدأ بحوله نصف نهار. المفروض الناجحين الجدد في البكالوريا يكونوا دخلوا على سيت www.orientation.tn يخرجوا منه كلمة العبور. التلميذ يكون اطلع على دليل التوجيه الجامعي باش يعمل الاختيارات نتاعو لفترة تعمير ممتدة من 23 جويلية 27 جويلية، يعني من نهار 3 هذية ل 27 جويلية منتصف الليل. راهو سيتان سيستيم يحل بالوقت ويسكر بالوقت. احسنوا الاختيار، ما تقلوش في الحظوظ نتاعك. احنا ديما نقولوا الخيارات الاولى تنجم تكون في منطقه الحلم، خيار سنين ثلاثه على اقصى تقدير، يعني يفوتوا مجموع النقاط نتاعك، لكن من بعد ماذا بينا تولي في مجموع النقاط وحتى اقل من مجموع النقاط تنجم تهبط حتى ال 20 باش تتحصل على تعيين في الدوره الرئيسيه، ما تقعدش للدوره النهائيه. وينتبهوا لكل اختصاص جامعي شنو هي طريقه احتساب المجموع. هما من انهي بكالوريا جايين ينتبه للمجموع النقاط اللي يخص بكالوريا نتاعو، وينتبه لطاقة الاستيعاب في الاختصاص نتاعو، ويحاول قدر الامكان يوفق بين رغبته وما بين ما يسمى بمجموع النقاط. أوصت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري خلال جلسة عمل جمعتها أمس بمصنعي الحافلات في تونس، أوصت بتسريع في تنفيذ الاقتناءات الجديدة طبقا للأحكام المنظمة للصفقات العمومية لدعم أصول الشركة الجهوية والوطنية للنقل، وذلك بالتوازي مع اتخاذ التدابير اللازمة الضامنة لديمومة تسيير المرفق العام بواسطة هذه الحافلات الجديدة، من ذلك توفير قطع الغيار. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. مع فجر اليوم 91 بعد 200 من العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، استشهد أكثر من 70 فلسطينيا وأصيب ما يزيد عن 200 آخرين في قصف إسرائيلي متواصل منذ مساء أمس حتى فجر هذا اليوم على مناطق بشرقي خان يونس جنوب القطاع. وكان الجيش الصهيوني أعلن بدء عملية جديدة شرقا في خان يونس، كما أمر النازحين بالإخلاء والتوجه نحو منطقة المواصي زاعما أنها منطقة آمنة. في المقابل استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس آليات جيش الاحتلال في محاور التوغل بمدينة رفح بالصواريخ بثتها عبر مقاطع فيديو مصورة، كما واصلت قصف مقر قيادة الاحتلال في محور نتسريم بالصواريخ. في الأثناء أعلن الجيش إصابة 7 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. أما على الصعيد الإنساني فقد وجهت مستشفيات غزة الميدانية نداء استغاثة لوقف الإبادة ومساعدة الطواقم الطبية بعد أن باتت عاجزة عن استقبال الأعداد المتزايدة من المصابين. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أوامر الإخلاء والأعمال العدائية تؤدي إلى تدمير النظام الصحي في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار على قافلة أممية خلال توجهها لمدينة غزة رغم علمه بحركتها. على الصعيد السياسي طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف القتلى الصهيوني الممنهج للشعب الفلسطيني. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال إن الوضع في غزة لا يطاق ولا يمكن أن يستمر هكذا، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد وجود مساعا لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في إشارة لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو. في الأثناء أكد أعضاء من الحكومة الصهيونية بأن نتنياهو وضع عقبات جديدة فعلا أمام إنجاز صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. وفي إطار تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني الشقيق أبحرت أمس من ميناء رادس باخرة التضامن الإنساني محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى جمهورية مصر العربية، ثم تتجه بعد ذلك نحو القطاع وفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة غريغبا.
الأخيرة فيها أمانة التوانسة، مساعدات إنسانية، بعد ما كان سيادة رئيس الجمهورية أذن بحملة وطنية للتبرع من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني. الحملة توجت بجسر إنساني بخمس شحنات عبر الطائرات. لأول مرة في تونس حدث وطني إنساني كبير، وهو إرسال باخرة مساعدات فيها 1609 طن، فيها سيارات إسعاف، فيها وحدات رعاية صحية متنقلة، فيها مركز لتصفية الدم، فيها خزانات ماء، فيها مواد غذائية، فيها تجهيزات طبية، وفيها أيضا أدوية، فيها ملابس، فيها كل ما يلزم من أجل تلبية نداء الإغاثة الدولي اللي كان توجه به الهلال الأحمر الفلسطيني. نهاية هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل قدمناه لحضراتكم مستمعين مشاهدين الكرام أينما كنتم من إذاعة الجمهورية التونسية، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة ويتعهد بمعالجة إشكال اضطراب التزود بالمياه في الجهة. هيئة الانتخابات تنشر قرارا يضبط المساواة في التغطية الإعلامية ونفاذ المترشحين إلى وسائل الإعلام. انطلاق تعمير استمارة التوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار هذا اليوم. وفي العالم، الكيان الصهيوني يطلق عملية عسكرية في خان يونس جنوب القطاع تؤدي إلى استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة العشرات. يوم سعيد، وكامل فقراته متواصل بعد قليل مع نبيل عبيد حتى 9 صباحا على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. مع أجمل تحيات كامل الفريق، دمتم في رعاية الله.